هلا والله شباب، شلونكم؟ شلون تكونوا بخير؟ اليوم جايكم فيديو جديد على لعبة ديفيجن 2. ان شاء الله هذا الفيديو راح ابين لكم مكان اللي تحصلون به، هو القراب الاكزوتيك، القراب التنين. طبعا تحصلوه بمدينة نيويورك، تلعبون ميشن مدينة نيويورك اللي هي ميشن اللي تكون على اليمين اللي هي ستراندد تانكر. تلعبوها على صعوبة التشالنج او الهيرويك. طبعا اذا تعبتوها على صعوبة التشالنج راح يقع لكم. طبعا احنا لعبناها على صعوبة التشالنج، وقع على واحد من اصدقائي لعبناها مرتين او ثلاثة، ما وقع الصراحة لسوء الحظ. ان شاء الله تحصلوها، انتو العبوها على التشالنج راح تحصلوها. اذا تحبون تزودون نسبة انه يوقع لكم هذه القطعة، العبوها على الهيرويك ان شاء الله راح تحصلوها. طبعا خاصية هذه القطعة او ترنت هذه القطعة اللي هي وقت ما تمرون من اي عدو يكون قريب عليكم مسافة 20 متر راح يتسبب حريق للعدو. طبعا كول داون هذه القطعة اللي هو 40 ثانية، يعني مدة شحن هذه التالنت اللي بالقراب اللي هي 40 ثانية. طبعا قطعة خرافية، تأثيرها خرافي، بدون ما تدمجون أي حد راح يتأثر العدو اللي ضدكم. إذا كنتوا روج أو إذا كنتوا طابين ميشن أوف لاين راح يشتغل عليها. وححطها بولد اللي هو بولد الضاري، بولد التأثير، راح يكون بولد خرافي. اللي ما شاف هذا البولد راح احط اللينك اسفل الفيديو شرح البولد هذا اللي سويته. ان شاء الله حنحصل القطعة وحنسوي تعديلات خفيفة فقط بالبولد، وان شاء الله راح يكون بولد جبار. هخليكم ويا مقطع اللي حصلنا بيه القطعة، وان شاء الله يكون افدتكم هذا الفيديو. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة اذا مو مشترك، وشير الفيديو لكل اصدقائكم خليهم يعرفون مكان القراب التنين. واشوفكم فيديو ثاني لعبة ديفيجن 2. سلام. طب الاكزوت مو زاتك طبعا، هو بس يقع اخ لا موقع قلت لازم خلينا نشوفه. ايه هو هذا، شوف التالنت مالته يقول لك لما تكون انت بقتال يسوي حريق لأقرب عدو مسافة 20 متر، كول داون 40 ثانية. ايه وبيه هو فوقها فوقها بيها ستيت افكت، فتشي حلو. انت ايش حاط السيرفر؟ حاط ولا التأثير لا بدون؟ يلا تعال احرقني. برافو عليه، احترق احترق. لا 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 تدمج، لا تدمج، اشوف بس تأثير. هاي طلقتين زين. لا بدون دمج، بدون دمج، خلينا نشوف ايش قد يشيل. خلينا نروح الأفرع، هو لازم يشتغل. آه مستحيل، نص ارمر شاب تقريبا. او انا ارمري مليون ومية هالحكي، نص ارمر.
يعني حركتين تشيل ارمر كامل. خلينا نشوف الحركة الأخرى، هاي الحركة حتشيل حتشفط الهيلث طبعا، تدري؟ فكتين اشتغل هذا صدر الاكزوتيك مال بعدي.